هو احنا هنحارب؟ هو في حرب؟ هو في مواجهة مع إسرائيل؟ هو في تهويش لإسرائيل؟ وكالة رويترز طلعت تقرير النهاردة الصبح أو امبارح بالليل بتقول فيه إن في تحركات عسكرية للقوات المسلحة المصرية على طول الحدود. هل معنى كده ان اعضاء المجلس العسكري اللي كانوا حاضرين وافقوا أسامة عسكر على فكرة ان احنا لازم نبعت تعزيزات عسكرية ويكون في رسالة عسكرية لإسرائيل؟ وكالة رويترز بتقول ان القوات المسلحة المصرية بعتت 40 دبابة وناقلة جند مدرعة الى شمال شرق سيناء في اخر اسبوعين، والدفع باجهزة رؤية ليلية للقوات على الحدود، وان الجيش المصري ضاعف الدوريات الامنية والعسكرية وارسل تعزيزات امنية وعسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة. ده بيتفصل بحاجة من اتنين، اما انه رأي السيسي ومحمد زكي وعباس كامل هو الغالب والجيش بعت التعزيزات دي عشان يقفل الحدود تماما، ورفع شعار احمد ابو الغيط في حرب الفرقان في عدوان اسرائيل على قطاع غزة في 2008 ان اللي هيعدي الحدود هكسر رجله. طيب السيناريو التاني انه لا، السيناريو التاني ان أسامة عسكر غلب رأيه وانه الجيش فعلا بيعزز من التعزيزات او القوات بتاعته على طول الحدود في رسالة لإسرائيل انه يا جماعة اللي بيحصل ده اخره مش كويس. ايه اللي بيعزز الجنب التاني او السيناريو التاني بتاع أسامة عسكر؟ فاكرين التحقق بقى سينا الميليشيا المسلحة اللي سلاحها بقى يعني خلاص خرج عن السيطرة في شمال سينا، صح؟ التحقق بقى سينا بيكتب النهاردة الصبح تغريدة غريبة جدا: نحن لسنا دعاة حرب، ولكن إذا فرض علينا القتال فنحن أهله. لما قبائل سينا بتكتب تويتة زي دي إنه لو فرض علينا القتال فنحن أهله، القتال مع مين؟ ده السؤال المهم اللي أنا محتاج أسأله. اتحاد قبائل سينا هنا هتحارب مين؟ المقصود بالحرب هنا مين؟ ما هو أكيد مش هنحارب غزة، فيبقى الحرب هنا المقصود بها مين؟ الاحتلال اللي بيقول لعباس كامل أنا هنفذ العملية العسكرية في رفح، والله أنتم موافقين أو مش موافقين. فهنا الخطورة، يعني إبراهيم العرجاني واتحاد قبائل سينا بيستعدوا لحرب إسرائيل؟ ده الكلام كده بيختلف يا جماعة، ده إحنا الكلام كده الرسائل كده مختلفة تماما، لكن دي حقيقة قدامنا إن ميليشيات إبراهيم العرجاني بتقول إحنا مستعدين للحرب. ضد مين؟ ما هو مفيش إلا إسرائيل يا بيه، هيحاربوا مين؟ مفيش قدامنا غير إسرائيل، وبالتالي دي نقطة عليها ألف علامة استفهام.